هنيجي بقى بعد ايه، في نقاش كده احمد، كان سؤالنا اللي هو عن ضربات الترجيح، تفضل الشوط الاول ولا الثاني. بس قبل اي حاجه، قبل ما نروح للنقاش ده، تعالى اوديك لتقرير بقى عن قبل ما الشوط الاول قبل ما الشوط الثاني اهميه التدريب. يعني احنا بنشوف زيزو ما شاء الله حاجه كده، يعني الكواليتي بقى مميز جدا، وزيزو ده لعيب تحس ان هو من الناس اللي واخده الكره علم كده، طالب اكاديمي مجتهد بينفذ الحاجات العلميه بافضل. تعالى بقى اوريك واحد من قرب 30 سنه وهو برضو مؤمن جدا باهميه التدريب، ازاي كان بيدور على التفاصيل الصغيره عشان يزود نسب فوز فريقه، فكانت محاوله الكابتن جوهري لاقناع كابتن ايمن منصور بتسديد ضربات الجزاء، ازاي خدوا واحده واحده. تعال نشوف الحكايه في ريتويت، وكيف اقنع محمود الجوهري ايمن منصور بتسديد ضربات الترجيح والتدريب من اجل الترجيح. في كرة القدم حصانين لازم تراهن عليهم، الحصان الأول التقليدي وهو الموهبة، بس الحصان الأهم واللي كل يوم أهميته بتزيد فبيكون دايماً التدريب. اللي بنشوفه من لعيبة بتتحسن وما بتوقفش في مسيرة تحسنها وتطورها بيأكد على الزيادة الكبيرة للاهتمام بكل التفاصيل في التدريبات. التصدي لضربات الجزاء والترجيح مثلاً من الحاجات اللي زمان كانت خاضعة بشكل كبير للموهبة، اللي هو نجم الفرقة يخش يشوط، بس كل شوية بنلاقي الموضوع بيروح للتخصص، وفي لعيبة بتقدر تزود نسبها بشكل كبير بمزيد من التدريب. ولدينا في زيزو مثلا حاليا قصة سعيدة، بس قبل زيزو بكتير وقبل ما الزمالك يلعب نهائي أبطال الدوري 93 ضد كوتوكو، ومن أجل الاحتفاظ بكأس أحمد سيكوتوري للأبد، واحد من أهم المدربين اللي عرفوا الاهتمام بالتفاصيل الكابتن جوهري، كان بيهتم بكل تفصيلة وبيدور على زيادة عدد المسددين عنده وبيدور يضيف ليهم أسماء. الراجل اللي كان مؤمن بأهمية التدريب كان بيخصص عدد كبير من التدريبات للنجم أيمن منصور علشان يضيع رهبته من التسديد. كابتن جوهري قبليها يمكن في التمرينات يقول لي، أنا ما كنتش داخل خالص بصراحة، يعني هو اللي جرأني عليها، ويقول لي أيمن تعالى من ده لكده، يقول لي لا لازم تشوف كتر التمارين هناك وهنا. فالحمد لله بقيت عندي جراءة، لكن أنا الحمد لله بقى يعني بشوط ضربات جزاء كويس، بس ايه هي الجراءة في وسط الجمهور ده وتتحمل مسؤولية يعني تحس ان انت يعني حمل تقيل عليك. ورغم ان الرهبة والمسؤولية الكبيرة كانت بتطارد ايمن، اللي حاول يأجل مواجهته مع التصدي لركلات الترجيح على قد ما يقدر، الا ان لما اللحظة جات كان ايمن عنده رصيد من التدريبات ومخزون بيرجع ليه بيساعده على التنفيذ الناجح لواحدة من أهم الضربات في واحدة من أهم البطولات للزمالك. خدت الكورة ورايح أنا ال120 ألف دول، والله العظيم زي ما بقول لك كده، واحد رايح يدموه ومش حاسس لو بأي حاجة في الملعب، يعني كأن بالظبط مفيش أي حد في الملعب من ال120 ألف دول، وماشي بقى إيه عمال بعمل في الكورة كده، بعمل في الكورة كده ورحت حطيتها. فأنا داخل افتكرت الجمهور ده كله، طب ده دلوقتي هيروح ازاي؟ رحت حاطط الكوره نفس اللي انا كنت بشوطه مع الكابتن جوهري وجنب القايم وجامده والحمد لله تبقى واطيه، نفس الكلام ده افتكرته يعني كانه بالظبط ثواني كده بتعدي عليا. ايمن منصور يحط الهدف يلا بقى، طولت اول حكايه. الكوره لعبه توفيق، بس كل ما تبقى جاهز لكل تفصيله وبتستعد ليها وبتتدرب عليها فاكيد بتزود نصيبك من ان التوفيق يكون حليفك انت.